بتكليف من رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار جولته شرق أوسطية. وزير الداخلية يؤكد من بجاية استعداد السلطات العمومية لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية، ويعلن أن قرار التعويض عن حرائق الغابات تتخذه اللجان الولائية بعد تحقيقات معمقة تجريها مصالح الأمن. ترميم السكنات القديمة بالحي العتيق لولاية سكيكدا في انتظار عملية الترحيل إلى سكنات لائقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية وبتكليف من رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي إطار جولته الشرق أوسطية، يحل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة قادما من العاصمة العمانية مسقط، حيث تكون لمساهل مباحثة مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولقاءات مع شخصية سياسية مرموقة. أكد وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمرانية نوردين بدوي خلال وقوفه عند حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق في غابات بلدية توجة ببجاية، أكد استعداد السلطات العمومية لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية. بدوي كشف عن تسجيل أزيد من 1200 حريق عبر 13 ولاية، مشيرا إلى دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق. المزيد مع زكريا مهوبي. أزيد من 1750 هكتارا كخسائر في المساحات الغابية خلفتها الحرائق خلال الأيام الخمسة الأخيرة بولاية بجاية. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وقف على حجم الخسائر ببلدية توجة، حيث نوه بالجهود التي بذلتها مختلف المصالح من حماية مدنية ومحافظة الغابات، وأشاد بالدور الذي لعبته لجان القرى والمواطنون في دعم هذا المجهود. Ces comités de vigile. Et c'est une valeur particulière au niveau de la wilaya de Bjaya. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est cette implication totale de la population et de ces comités de village et de ces citoyens conscients et consciencieux de l'intérêt de ce patrimoine. Je vous rendais hommage d'abord à vous, à ce mode d'organisation, à cette mobilisation qui est extraordinaire, qui est exemplaire. وخلال اجتماعه باللجنة الولائية لمكافحة الحرائق، شدد بدوي على أن ينال كل ذي حق حقه بعد انتهاء التحقيقات وعقاب المتورطين. كما قلت ونزيد نأكد عليه مرة أخرى أن التحقيقات يجب أن تكون معمقة، ويجب أن تكون تحقيقات أولية من طرف مصالح الأمن. La recommandation principale que j'avais donnée, c'est comment prendre en charge cette partie patrimoine privé. Bien sûr, intervenir avec les moyens de l'État, comme on le fait pour le patrimoine public, on le fera, inshallah, pour le patrimoine privé. هذا وخصصت الدولة إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لإخماد موجة الحرائق التي أتت على مساحات غابية بعدد من ولايات الوطن. هذا وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه باللجنة الولائية لمكافحة الحرائق على التطبيق الصارم لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية القضية بالتزام كل مؤسسات الدولة بخدمة المواطن. خدمة الدولة الجزائرية خدمة المواطن الجزائري، وهذاك المرسوم اللي يعطى للمسؤول هو لخدمة المواطن باسم رئيس الجمهورية، باسم القاضي الأول في البلاد اللي أمضى على هذا المرسوم. إذا هذا هو التوجه نتاعنا، وهذا هو الفلسفة نتاعنا، وهذا هو نو سوم توس لا بور سيرفي لو سيتويان أو نو
du premier magistrat du pays et je parle de l'exécutif. Hein. Bien sûr, je pourrais parler beaucoup de l'élu qui a ce devoir, bien sûr, de servir le citoyen parce qu'il a été élu par le citoyen. Et je trouve que c'est noble, que nous devons travailler tous ensemble pour qu'on soit à la hauteur de ses aspirations. باشرت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدا منذ عام وفي ذلك في عملية ترميم واسعة بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالمدينة القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية استهلتها بحي الأقواس الأكثر تضررا. 644 عائلة تقطن أقدم أحياء الولاية وتنتظر إعادة تهيئة منازلها أو الترحيل إلى مساكن جديدة. تحقيق في الموضوع مع صبرنا سالم. بنايات مهدمة على آخرها وأخرى آيلة للسقوط مصنفة في الخانة الحمراء بالمنطقة 14 بحي الأقواس بالمدينة العتيدة بسكيكدا. المنطقة هذه هي من المناطق الأكثر تضرر، يعني درناها كم مثال حي والانطلاق الأشغال المؤسسة اللي راهي في طريق الإنجاز راهي في العمل بدات العمل تاعها. السي في سي كيبداو في الدراسة لاحظوا باللي كاينه اعمال اسمهم لي ميزور ديرجونس، دونك الدراسه عطاتنا خرجنا ان نيلو سموه ليلو تيموان، ليلو 14 هذا هو اللي بدينا فيه. انطلقت العمليه راهي واحد 35%، العمليه راهي سير تيرا، دونك هذا ليلو 14 كوم تيموان هذا اعطانا باللي لازم فيه ترحيل. رانا نستناو السلطات المحليه اذا يقوموا بعمليه اعاده اسكان الناس اللي هذو داخلين، خاطش مستحيل انسان يدير عمليه الرونفورسمون الداخل. عندنا عمليه اعاده الاسطح. المشكل تاعي سي التراث. التراث كمين يدخل؟ في لابيريود تاع الشتاء نهربوا نهربوا ما نهربوا. طلب يجيو يخدم من اون يورجونس، رانا اون يورجونس رانا في خطر كبير. حالة استياء عارمة بين الساكنة من عملية الترميم المتوقفة فقط على الواجهة الخارجية للمباني، فما الأسباب وراء عدم إجراء الترميم الداخلي؟ خويا درك هو متزوج هو في الدار مع أختي وأختي وأختي. إيماجيني في 11 عطاوني اف 3 وحنا كنا نسكنوا هاي دارنا، كانت اف 5. نو زابرومي أشاك فوا نرحلوكم ونعوضوكم ونرحلوكم ونعوضوكم. تم أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار. بحيث أعطيت التعليمات من طرف السيد والي الولاية للجنة المختصة لإحصاء العائلات. صدير لرسنسمون دي ميناج. سي با البيت، لأن البيت قد يأوي ثلاثة أربع عائلات وبالتالي لا يمكن ترحيل ثلاثة أو أربعة عائلات في سكن من صنف أف 3 أو حتى أف 4، وبالتالي ستستفيد كل عائلة من سكن على حدة. 24 منطقة معنية بالترميم تستدعي حلولا عاجلة من السلطات وتفهما من المعنيين بها. فلاحيا وضمن الجهود والإمكانات المتاحة للنهوض بالقطاع، محطة للرصد الجوي خاصة بالفلاحة من شأنها الإسهام في المردودية والتقليل من حجم الخسائر. أسيا بن خالد. محطة الرصد الجوية الخاصة بالفلاحة والمعتمدة في كثير من البلدان المتطورة تقنية حديثة يعمل السيد علواني على الترويج لها في خطوة لتسهيل عمل الفلاح. هذه الآلة هذه أرصاد الجوية على مستوى مستثمرة فلاحية، على مستوى يعني تكون بارسيل أغريكول تنجم تشد حتى 25 هكتار، تعطيك سونسي فيتاس دو فون يعني الاتجاه والسرعة تاع الرياح، تعطيك القوة تاع السمش ومتر كاري، تعطي لك شحال صبت الشتاء، تعطي لك رطوبة الورقة. وخصوصية أخرى كثيرة يتميز بها هذا الجهاز الذي يتم التحكم به عن طريق شبكة الإنترنت. جهاز استشعار الطقس هذا تجربة بدأ العمل بها في مستثمرات فلاحية بوهران والعاصمة. بلاصينا هذه المحطة هذه والحمد لله راهي تسمى هذا العام كامل وحنا نخدموا بها، وكانت هذه المحطة تساعد هي اللي توجهنا في مثلا باش نداويو باش نسقيو باش، خاطش هذه المحطة هذه تسمى هي اللي تتحكم في الامراض، تسمى تقدر تعرف الامراض عند
وقوعها وعند خروجها تسمى باش تبدا تنتشر في الحقول. كيعود يوالفها يعود يتبعها يعني سهله. والفلاح اللي ما يقراش حنا نوجهوه لها، باسكو حنا نتبعوا لاباري هذه، حنا نتبعوها من بعيد ومن قريب، يعني ما نخطوش من نهار نبلاصيوها له حتى نهار. وهذه ماهيش تاع مدة قصيرة، ولا هذه تنجم تشد حتى 25 كون في الطراب، ما كاش مشكل. تعميم العمل بهذه الأفكار العلمية الجديدة سيخدم حتما قطاع الفلاحة، لأنه سيكون مبنيا على أسس صحيحة تعطي النتائج المرجوة. في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أول أمس بالمدية مخبئين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة وهاتفا محمولا مجهزا للتفجير. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش ببشار 3 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من الكيف المعالج. وبكل من إليزي وعين مناس، ضبطت مفارز للجيش قرب الحدود 3 بنادق صيد وكمية من الذخيرة ومركبتين رباعية الدفع، إحداهما كانت محملة بألعاب نارية، فيما تم توقيف 14 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت. من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود والدرك الوطني بكل من سوق هراسة بسة طارف وخنشلة محاولات تهريب أزيد من 22 ألف لتر من الوقود. دوليا، أصيب شابان فلسطينيان بجروح خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما. كما أصيب شاب فلسطيني آخر خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، وذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس البلدة. هذا فيما ينتظر أن يقوم الأمين الأممي أنطونيو غوتيريس بأول زيارة له في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة نهاية الشهر الجاري. أعلنت روسيا إنشاء منطقة ثالثة لخفض التوتر شمال مدينة حمص السورية تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق، دون أن تشمل تنظيم ما يسمى بداعش وبعض الفصائل المقاتلة الأخرى. منطقة خفض التوتر الثالثة هذه تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 140 ألف ساكن. اكتشفت السلطات العراقية أمس مقبرة جماعية تضم رفات 40 شخصا أعدمهم تنظيم ما يسمى بداعش قبل عامين رميا بالرصاص في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار غرب بغداد. وكانت السلطات العراقية قد عثرت قبل شهرين على 3 مقابر جماعية يقف وراءها تنظيم داعش. تشهد اليمن تفشياً لوباء الكوليرا، وهو الأسوأ على الإطلاق في خضم أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. وزير الصحة والسكان اليمني أكد أن عدد الحالات التي توفيت بوباء الكوليرا حتى نهاية شهر يوليو بلغ 1900 حالة في المحافظات اليمنية. ومن جهته، رئيس البرلمان العربي مشعل سلمي دعا المجتمع الدولي لدعم جهود مكافحة الأوبئة وإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. ميدانيا، قتل 12 مدنيا وأصيب 10 آخرون بينهم نساء وأطفال بغارتين شنهما طيران التحالف العربي على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة. ونختم نشرتنا على وقع الفن الأصيل بوصلات موسيقية لجمعيات خلدت تراث الفنان السادق بجاوي. التغطية لعبد الوهاب أفتيس والصوت لرزق جليل. بجاية تقف عند شيخها أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية الشيخ صادق البجاوي لتحيي مسيرته الفنية. وحنا سي تان بوان دونور اللي درنا ديكرايات سي دي سوفونير تاع الشيخ لي كرون شونتور لي جاونا ذكروا الشيخ باسمو بالقصيدة نتاعو. أسماء كبيرة اعتلت ركح مسرح عبد الملك بوقرموح لتخلد روائع الشيخ بمرافقة جوق من جمعية أصدقاء الشيخ صادق بجاوي. الشيخ راهو غني على التعريف، والشيخ هذايا راهو إلا سيوني كاع لو تيريتوار ناسيونال بوغ لا سوفكارد دو سيت ميوزيك أندالوز.
هذا لو باتريمون هذايا لي ايمورتال يذكرني بذكريات هو كان حي. ونطلبوا ان تكون مبادرات اخرى اللي تذكرنا بشيوخ كل التراث الجزائري. الحفاظ على موروث الصادق البجاوي وتكوين أجيال من الفنانين على طريقته من أهداف الجمعية التي تطمح لتوسيع نشاطها من بجاية إلى جميع أنحاء الوطن. وبهذا إذن نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على المتابعة، ليلة هنيئة، إلى اللقاء.